بروتين الغلابة، عيش الغراب، المشروم، أسامي كتيرة كلنا عارفينها هنا في مصر. ظهر في الأسواق من فترة مش بعيدة قوي، ولكن له قيمة غذائية غنية جدا 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 بالفيتامينز وبالبروتين. كمان بيتحط على كل الأكلات، سواء الأكلات المطهية أو السلطات. استخداماته كتيرة جدا، موجود عندنا الفريش والمعلب. تفاصيل كتيرة مش كل الناس عارفاها عن المشروم أو عيش الغراب. احنا النهاردة هنتكلم بالتفاصيل من إنتاج التقاوي للوصول للثمار. يسعدنا يكون معانا ضيف النهاردة مهندس نبيل فتح الله، سكرتير عام الجمعية المصرية لمنتجي عيش الغراب. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا وسهلا. في البداية خالص، أنا أول مرة أسمع إن في تقاوي للمشروم. أنا فاهمة إن المشروم ده فطر بيتم نموه بدون أي تدخل مننا. الحقيقة ده سؤال مهم عشان نبدأ بيه. نمرة واحد، مفيش تقاوي للمشروم. المشروم له زبون، ترجمته زبون، يعني مادة حاملة للفطر بتنمى معمليا، بتبقى عبارة عن حبوب قمح أو شعير أو ذرة عويجة محمل عليها معمليا فطر عيش غراب. ولما بنيجي نزرع بننشر الزبون دوت في المادة العضوية اللي هي قش أو تبنة أو نشارة خشب، عشان نعمل عدوى مش زراعة للفطر بالميديا ونكمل زراعة على كده. الحقيقة الزبون دوت في مصر بقرار رقم 38 لسنة 1997 لقرار وزير الزراعة لتنظيم تداول واستيراد وتصدير الزبون للمشروم، هو ده اللي بينظمنا ومش بينظمنا قوانين التقاوي العادية، لأن احنا مش تقاوي عادية. تمام، فدي قاعدة بنبني عليها كلامنا. نمرة واحد، احنا دايما مش تقاوي، مش بذور، مش بذور، مش بذور، بتبقى مادة حاملة للفطر، يعني بنعمل عمليات مش زراعة، عمليات عدوى. تمام، بالفطر بتاعنا. الحقيقة دائما وأبدا بننصح المزارع ان هو يشتري التقاوي او الزبون من مكان موثوق فيه، وحددنا كليات زراعة على مستوى الجمهورية، مراكز البحوث على مستوى الجمهورية، مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية، ومكاتب قطاع خاص واخدة تصريح من وزارة الزراعة فقط بإنتاج التقاوي. الحقيقة النهاردة احنا خلال 25 سنة الماضية كنا بندعم المزارع بدورات تدريبية على مستوى كلية زراعة عين شمس أو مراكز البحوث، دورات تدريبية كيف تزرع عيش غراب. الحقيقة السنة دي بدأت كلية زراعة جامعة عين شمس الحقيقة متبنية للسيد العميد الدكتور أحمد جلال، عمل أول دورة تدريبية متخصصة متقدمة في إنتاج التقاوي أو الزبون بين قوسين، لأنه تعرف عليها في مصر إن هي تقاوي، فلازم نوضح تقاوي بس زبون. تمام، وعملنا فعلا دورة تدريبية متخصصة عشان النهاردة العملية الإنتاجية ومؤسسة الإنتاج ودراسة الجدوى تعتمد لما بيكون حجم الزراعة كبير، يبقى من أحسن للمزرعة إنها تنتج تقاويها لنفسها، فده بيحمل عملية جدوى أعلى وتعظيم القيمة المضافة للمشروع نفسه. تمام، وكان علينا النهاردة على إيد متخصصين الحمد لله وخبرات بقالها سنين طويلة، نعلم المتدرب على كيفية إنتاج التقاوي في معامل الكلية زي ما احنا هنشوف قدامنا في الفيديوهات. تمام، إن على إيد معمليا عملي، علمناها عملي ونظري وكل النهاوة الخاصة بالموضوع، وحصل في الآخر على شهادة من زراعة عين شمس بأنه هو حصل على دورة تدريبية، وهي دي بتغطي إحدى شروط استصدار تصريح إنتاج تقاوي ليه، وهي إن هي تكون النهاوة اتغطت عنده. بعد ما بياخد التصريح دوت بيقدم طلب لوزارة الزراعة، بيقول لهم أنا عايز أعمل تصريح ليا بإنتاج التقاوي. وزارة الزراعة بتحدد الجهة البحثية المختصة وبتبعت له لجنة تعاين إن المعمل جاهز من ناحية الأجهزة، هو شخصيا كقائم على المعمل جاهز من ناحيه النو هاو، بيسالوه في كل صغيره وكبيره، بيغطي الاسئله بنجاح او بالشهاده اللي هو واخدها بالاضافه للاسئله المباشره، بتمنحه وزاره الزراعه تصريح بانتاج التقاوي سواء لنفسه او للغير. وهنا التقاوي مهمه قوي ان احنا نبقى الجهه اللي بتنتجها تكون على درايه لتفادي اي طفرات غير مرغوب فيها. هقف عند الطفرات. معروف ان المشروم في منه اللي بيستخدم للاكل وفي
انواع تانية سامه. هل ممكن وانا بزرع وعندي تقوي من مصدر موثوق منه ان هو يتحول لسام او يعمل طفره مختلفه؟ السؤال ده يعني حرفي، فالاجابه لازم تكون عليه واضحه. واحد، لا يمكن تحول نوع ماكول لنوع سام. اتنين، عيش وغراب فعلى مستوى العالم لازم نقول انه ما اسموش عيش وغراب، ده في مصر بس اسمه عيش وغراب، لكن اسمه مشروم بالانجليزي، شامبينيو بالفرنساوي، فونجي بالايطالي. المهم ان انا عندي 20,000 نوع، منهم بري ومنهم مستأنس، تمام، تم تعريفهم حتى الان. تمام، البري في منه يؤكل وفي منه سام. السام يندرج عن تحتيه اللي هو طعمه وحش فقط، يتدرج لشديد السمية، تمام، يعني طعمه وحش او بيسبب امراض او بيسبب او بيسبب، لكن كل اللي بيظهر اي عرض غير طبيعي على جسم الانسان يعتبر سام. لكن حتى وصولا للانواع المخدره، في بعض انواع مخدره، تمام، العيش وغراب اللي بيستخرجوا منه عقار ال اس دي اللي بيبقى في طوابع البوسطه او بيعجن بالتحميض بتاع طوابع البوسطه. انواع السامه الابيض المنقط في احمر، طوابع البوسطه دي اللي هي المخدرات. ايوه، مش طوابع البوسطه اللي احنا بنستخدمها العاديه، لا لا، صح صح، لازم نوضحها للناس. هي بيحطوا الجرعه بتاعتها في حجم بوستر بتاع الطوابع، هي دي الدوز اللي بتحقق اللي هم عايزينه، تمام. وهنا خطورته ان ممكن اي حد ياخد الجرعه بدون ما يبقى عاوز ياخد الجرعه، تمام. المشروم في الانواع الماكوله، في الانواع المأكولة في منتشر جدا جدا، مش في مصر كتير لكن منتشر في دول كتير قوي، الكماء. ده نوع من انواع المشروم، الكمأة. الكمأة، الكمأة من المن ماؤها شفاء للعين والبدن، صدق رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. تمام، الكمأة هي نوع من انواع الفطريات اللي تقترب من المشروم. الكمأة بتنمو بشكل بري في البلاد العربية كلها، وفي مصر بتنمو في العريش ومرسى مطروح. لا شروط ان ما بقاش فيه رجل ماشيه في عربيات ماشيه في المكان، بتطلع بشكل بري في المنطقه دي، بتشقق بعد المطر، وعشان كده بيسموها غذاء الرعد او غذاء المطر، تمام. عايز اقول لسعادتك ان الكمأة ليها اكتر من اسم، الكمأة او التريفل او الترفاز او الترافل، في انواعها على مستوى العالم كتيره، تمام، واشكالها كتيره، تمام. يمكن احنا هنا في مصر الكمأة بتطلع في مرسى مطروح او في العريش، ما بتنزلش السوق المصري الا نادرا، لكن كلها بتصدر من بره بره، ما بتنزلش القاهره، تمام. نظرا لطعمها جميل وقوتها الغذائيه، لان لك ان تتخيلي ان هي لو حطيتيها في طاسه لوحدها بتديكي طعم الليه، لكن هي شبه خالية من الدهون، بل بتخفض الدهون بشكل قاسي في جسم الإنسان. قيمتها الغذائية من ناحية الباور والأكتف وتغذية المجموعات وتغذية أطوار النقاهة والشباب والأطفال والكهل، تمام، كمغذي عام، تمام، قوية جدا 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 جدا. ما انها ما بتنزلش السوق بقى في مصر، خلينا في اللي بينزل السوق المصري. انا بشوف اكتر من نوع في المدور وفي المفرود من المشروم. هل بتختلف البذور او التقاوي في 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 زراعتها؟ كمان عايز اعرف المده من لحظه ما بستلم التقاوي لغايه ما تديني ثمار، وقت قد ايه؟ تمام، احنا اولا طبعا عندنا نوعين في مصر من الانواع الماكوله، الاويستر مشروم، تمام، والاجرجس، تمام. عايز اقول ان الاويستر مشروم اللي احنا ادينا فيه دورات انتاج تقاوي، وان احنا بننتجه بشكل شعبي واخد وتجاري في مصر، له ميزه واحد، كل ادوات انتاجه من اول التقاوي لغايه القش بيتزرع عليه لغايه المكان لغايه بعض المواد الكيميائيه اللي بنضيفها زي كربونات الكالسيوم او الجير المطفي او الجبس الزراعي، كل هذه المواد مصرية 100%. طب ايه المشكلة؟ لا، في مشكلة ان ما بستوردش بدولار واحد او يورو واحد اي من مستلزمات الانتاج، وبالتالي المستقبل خلال الفترة الجاية للأويستر مشروم. عشان كده رجعنا خطوة لورا وعلمنا الناس الانتاج التقاوي عشان تكبر القاعدة المنتجة، تمام، وتبقى دراسة جدوتها عالية فتستمر في المكسب، ما تبطلش. لا، ثانية واحدة، كلام حضرتك ده معناه
ان كله بيعتمد على المصري وما بستوردش. طب ليه سعر المشروم في مصر غالي جدا؟ ما انا ما كملتش اجابه. الاجابه الثانيه بتقول النوع الثاني الاجرجس مشروم اللي على شكل شمسيه تقويه لازم نجيبها من بره. ليه لازم؟ لان السلالات اللي بتتزرع او السبون بتاعه بيكون هجين، بيكون معمل مايكروبيولوجي شغال فيه وبيكون معمل وراثه شغال فيه وبيجيب احسن ما في نسب عائلتي وعائله غيري وياخد المواصفات المرغوب فيها عشان يطلع سلاله هجين تمام اقدر ازرعها بتدي كميه انتاج كبيره مقاومه للامراض، تتحمل الترانسفير يعني التسويق والتحركات، تتحمل التخزين، تقاوم الاصابات باي اصابات حشريه او فطريه او بكتيريه. فبالتالي كل استثمارات مزارع الأجرجس بتعتمد على استيراد التقاوي فبيحكمها ما يحكم أي شيء بنستورده. ولكن الأويستر مشروم سهل إنتاجه، القش كان في سنة من سنين بندي محاضرات إزاي أدوره عن طريق نزرع عليه عيش وغراب، لا إحنا النهاردة القش موجود في مصر تمام، أي نعم حجمه قل، أي نعم مشاكله قلت، لكن بقى بالنسبة لنا في المتناول النهاردة التقاوي موجودة. لو أنا عايز أشتري في كليات زراعة زي زراعة عين شمس، زي الميرسين، زي مراكز البحوث في المتناول، لو أنا مزرعة كبيرة وأنا بزرع لي 6-7 طن تقاوي فأنا بعملها عندي بعد الخط السير اللي احنا قلنا عليه، يتعلم وبعدين ياخد تصريح وبعدين ينتج وبعدين ينتج ثمار وخط الإنتاج يمشي في هذا الاتجاه. فكل السوبل بالنسبة للويستر مشروم مميزة، وعلى فكرة هو بدون استيراد وبدون مشاكل في الدولار كان من الأول. احنا شعب عندنا كانت مشكله كبيره في قش الرز كان يعتبر افه، احنا ميزه الاويستر مشروم انه بينمو على اي مخلف زراعي. زمان من 20 سنه كان عندنا ورد النيل عامل لنا مشاكل، ينمو على اي مخلف زراعي، حطب قطن، حطب ذره تمام، اي مخلف ما عنديش فيه مشكله بدوره تمام وبشتغل عليه. وهو الحقيقه عيش الغراب فيه ميزه ربانيه انه بيحلل اللجنين اللي في السليلوز ويحوله لبروتين ميكروبي سهل الامتصاص بسهوله جدا، مقاوم لعيوب البروتين الحيواني بالكوليسترول العالي والدهون العاليه تمام، وضغط الدم العالي والسكر العالي بيخفضه، ودي مميزاته الطبيه. وفي نفس الوقت ضد البقوليات اللي هي مصدر البروتين النباتي بالانيميات بتاعتها كلها حتى اقصاها اللي هي انيميا النخاع. طيب لو انا قلت ان انا هجيب تقاوي من مصدر موثوق منه وهبدا فعلا بزراعتها والتعامل معاها، باخد وقت قد ايه لغايه ما تديني ثمار؟ تمام، السؤال ده لازم اقدمه. بقول برضو بننصح ان قبل ما تزرع وتعمل مشروع زراعه يبقى برضو لو سمحت ارجع خطوه لورا، خد النو هاو عن طريق دوره تدريبيه. برضو الحقيقه زراعه عين شمس ومراكز البحوث على مستوى مصر بتدي الدورات دي كيف تزرع عيش غراب. طيب النهارده من يوم ما نزرع باختصار قصه الزراعه، نمره واحد انا بجيب القش بعمله عمليه بسطره بطريقه بسيطه جدا، ان انا بغليه بخلي الميه تغلي لمده ساعه لساعتين وبطلعه يبرد ويصفي ميته لمده 24 ساعه ممنوع الزراعه فيها. ليه ممنوع؟ عشان القش السخن ما يقتلش الزبون اللي انا منميه في المعمل تمام. وبعدين بعد ال 24 ساعه قدامي 4 أيام فتره صلاحيه للقش ده عشان اعمله عمليه الزراعه. الزراعه باختصار شديد جدا، انا بحط التقاوي بالنسبه للقش بنسبه 5% وزن، فانا النهارده عندي كيس بزرع فيه فبحط النسبه بتاعت التقاوي بس. انا قدامي طريقه من اتنين، يا اما بحط طبقه قش وطبقه تقاوي وطبقه قش تاني زي الساندوتش، يا اما اكرر مكررات الطبقه التقاوي دي اوزعها على طبقتين ثلاثة أربعة زي ما انا عاوز، بس على شرط ان اول طبقه قش واخر طبقه قش، وبقفل الكيس واخربه من تحت عشان يصفي اي ميه من زياده نتيجه الغليه. طب يعني ايه ميه زياده وليه بصفيه؟ عشان انا محتاج ازرع القش ده على رطوبه 60%، مش هعلم رجل الشارع العادي يجيب اجهزه عشان يقيس الرطوبه، بقول له سوري القش ده لو عصرته نقط ميه يبقى فوق 60%، ما نقطش يبقى 60% اشتغل بيه على طول، يبقى بعمل بيه نفس عمليات الايه طبقه قش وطبقه تقاوي. بقفل الكيس البلاستيك ومجرد ما قفلته ببدا حاجه اسمها فتره الحضانه لمدتها 21 يوم، بدي فرصه للفطر انه ينمو لا هوائيا زي التقاوي لما نمت لا هوائيا. بتخلص الحضانه بيور على خير، يعني ايه؟ يعني الفطر بتاعي بس اللي نمى، ما فيش لون اخضر ما فيش لون اسود، يعني فطر اخر او شخص اخر
اخر دخل خل من نفس الاكل اللي انا مخصصه للفطر بتاعي كده. بتعبير معد مشروم في هولندا يبقى everything under control، يبقى المزرعه كلها تحت السيطره تمام. ببدا احول النمو الهوائي ده للنمو الهوائي اللي هو السمري عن طريق ان انا بشرط الكيس من الجنب او بقطعه خروم دائريه 10 سم داير ما يدور بفتحه، او اشيل الكيس خالص زي الموزه وببدا اعمل عمليات الخدمه. الخدمه الري مرتين في اليوم ببخاخه زفخه الجلانس او ما يوازيها رشاش الظهر او مسدس ري. برفع رطوبه في المكان عن طريق ان انا يا بركب شبكه ضباب لو انا مزرعه كبيره وزي ما احنا هنشوف في الفيديو تمام، يا اما لو انا زارع اوضه مكان صغير بفرد خيش على الحيطان وبدل له ميه بيحقق لي نفس الغرض، بفرد بطاطين وبالله ميه او بحط اطباق فيها ميه، المهم ارفع الرطوبه. طب انا واجع دماغي ليه في الرطوبه؟ عشان محتوى الثمره من الميه ربنا خالقها مع اختلاف السلالات حوالي 90%، بعض السلالات 89 وبعض السلالات 91 92، فالمتوسط بتاعي 90%. لو الرطوبه النسبيه يعني نسبه بخار الميه في الهواء قلت في المكان عن 80% بتضطر الثمره تفقد جزء من الميه اللي في خلاياها عشان تعادل الفقد في الرطوبه. ما دام فقدت جزء يبقى ماتت الخليه، يبقى اصفرت الخليه، يبقى هنلاقي حرف الثمره اصفر، قلت قيمتها التسويقيه، برجعها من خط الفريش وادخلها في خط اكمل تكثيفها وابيعها مجفف. الحمد لله في مصر في عندنا سوق للفريش، عندنا سوق للمجفف تمام. علمتنا ضربات السياحه وضربات كل ما هو اثر على التسويق في مصر خلال السنين الطويله اللي فاتت ان احنا الفريش بيمشي او بيعلى تسويقه في المواسم زي صيام الاخوه المسيحيين، زي الاعياد، زي الكلام ده كله تمام، في الاجازات الكافيهات. هرجع تاني واقول سعره غالي. الاوستر مش غالي. اقول سعره المستهلك، المستهلك مش بيعرف يفرق، هو بيفرقها بالشكل مش بالاسم، ان في نوع مفرود وفي نوع مدور، ولكن السعر متقارب جدا. تقريبا الطبق بيكون ربع كيلو، سعره بيتخطى ال 20 جنيه، يعني معنى كده ان الكيلو تقريبا 100 جنيه، فسعره مش رخيص، سعره قريب من البروتين الحيواني. برغم طيب. ان الزراعه سهله، المعاملات اثناء الزراعه سهله، الانتاجيه وفيره. تمام. ارد على سعادتك. اتفضل. يعني انا برد مش بناء ان انا ضيف، برد على ان انا في قلب السوق. تمام. تمام. اعلى سعر الاوستر مشروم الكيلو ب 50 جنيه. لكن اعلى سعر للاجرجس في حدود 120 جنيه. تمام. بجيب لك اعلى سعر اهو. لكن ده سعر المستهلك، لكن ده اعلى سعر. لكن تعالي بصي النهارده الاوستر مشروم ما بيوصلش لسوق العبور، ما بيوصلش لرف موجود في الهايبرات الكبيره من غير ما اقول اسامي عشان ما تبقاش دعايه. ما بيوصلش. يعني ايه ما بيوصلش؟ يعني بيسوق قبل كده. تمام. بيسوق قبل كده. اولا احنا لينا اكثر من سعر، سعر الجمهور اللي احنا قلنا عليه 50 جنيه، لكن في سعر مورد النهارده، في سعر شركه بتلم او فرد بيلم تمام من المزارع وبيبيع، في سعر المزارع تمام. فكل الاسعار دي اقل من 50 جنيه. اوكي. فدوت النهارده الكميه المطلوبه لاي اسره لعمل وجبه هي طبق 200 جرام، لكن انت ما تقدريش تجيبي طبق 200 جرام لحمه وتبقى دي كفايه الاسره، يبقى الكميه اقل مما انت تتخيلي. ليه طبق ال 200 جرام بحط عليه اضافات، انما طبق اللحمه ال 200 جرام مش بيتحط عليه اضافات، فلا لا يعني شيء. انما طبق المشروم ال 200 جرام بيتم عليه حط عليه اضافات لو انا هعمله سلطه او لو هستدخله في في جزئيه كمان. حضرتك بتقول لي بيتم تبيعه قبل ما يوصل لسوق العبور او للهايبرات او للسوبر ماركت. طب المستهلك العادي يجيبه منين؟ ما هو بيروح المستهلك العادي، ولكن بيروح ازاي؟ مثلا اثناء صيام الاخوه المسيحيين بيروح للكانتين بتاع الكنيسه، المراكز في موردين بتطلع لي اثناء الصيام بتختفي لما الصيام يخلص، شغاله كده تمام، شغاله حاجات الصيام، مراكز التخسيس، الدايت. ما من ضمن فوائده ان هو بيخفض الدهون في الجسم وبينزل وبينزل وبينزل. مراكز التخسيس بتاخده بلاش كمال الاجسام والجيم بياخدوه مجفف من غير لما يطبخ ولا يوجع دماغه، هو بياخد معلقه الصبح شكرا تمام. هذه الانماط المختلفه للاستهلاك ورخص ثمنه بالنسبه للاجرجس تمام بيخليه قابل للتسويق والوصول للناس بسرعه جدا. اللي انا كنت عايز اقوله بس ما كملتوش ان الاوستر مشروم زي ما انت عارفه مفرود، او زي ما الناس عارفاه بتسميه المفرود. المفرود ده عامل زي الشيبسي، خفيف جدا
تمام. فكميه كيس الشيبسي وزنه قد ايه؟ ما يكملش 100 جرام. فاحنا كده الحجم كبير بتاعنا، فلما طبق 200 جرام بيكفي اسره تمام. لكن الاجرجس هتلاقيه بيتعبى في طبق تلت الطبق بتاع المحاري ال 200 جرام، فده وضعه مختلف. الاجرجس تتحكم فيه حاجات كتير من ضمنها سعر التقاوي اللي بيشتريها، اللي في الاخر قلنا ان هي مستورده. النهارده خلال الفتره اللي فاتت نطت 3-4 مرات تمام. فبالتالي هتتوقع انه هيبيعها لي انا او هيبيع لي سعادتك كمستهلكه وكست بيت مصريه، هيبيعها لك بنفس السعر كان بيبيع من 3 اشهر؟ لا طبعا هينط اكتر، في زياده. لكن المحاري مش هينط لانه مصري، ممكن ينط لسبب واحد في السعر تمام. هينط عشان انا النهارده الندره الوسط الاجرجس مش موجود في السوق، لانه زرع بكميات اقل عشان هم خايفين يزرعوا اكتر تمام. لكن اللي معروض في السوق اللي هي نظريه العرض والطلب الاوستر مشروم تمام. السنه اللي فاتت في ظل ظروف كورونا وكلام من ده احنا كنا بنبيع السعر من 30 جنيه اعلى سعر، نط ل 50 جنيه تمام. فده عشان متاح الاوستر مشروم متاح طول شهور السنه اللي فيها الجو معتدل، يعني الخريف والربيع والشتاء تمام. بيقف 6 و7 و8 تمام، نتيجه للمزارع اللي مش مكيفه ما تقدرش تشتغل في الحر، فبالتالي بيحصل لها ضفوات كتير وتلوثات كتير ومشاكل كتير، بيحصل مشكله فيه. طيب انا لو ربنا وفق كده وحد من المستهلكين لقى المنتج موجود في السوق، عايزه طريقه الحفظ، ينفع يحفظ في الفريزر ولا يتجفف؟ ولو بيتجفف يتم تجفيفه ازاي؟ اولا هو معروض البحار العادي تمام، هو معروض قدام ساعتك كست بيت مجفف لوحده سواء صحيح او بودر والفريش لوحده تمام. فانا لو عايز اجفف اخد المجفف على طول احسن تمام. بس هنا بنقول في المجفف خلوا بالكم المجفف فتره صلاحيته سنه، لكن لازم يحفظ بعيد عن مصدر الرطوبه، او لو لقيناه طير شويه فما فيش مانع ان انا انشره في الهواء شويه تمام، مش هقول في الشمس كمان، في الهواء يرجع يجف عشان ما يبقى فتره صلاحيته مظبوطه. بالنسبه للطازه، الطازه اسبوع في الثلاجه تمام من تاريخ الانتاج المطبوع على الطبق اوكي. لو انا عايز احفظه اكتر من كده في عندي طريقتين، يا اما في الفريزر مباشره او بسلقه لمده من 2 لـ5 دقائق مع اضافه نص ليمونه او دقيق بين صوابعي عشان امنع الاكسده، امنع ان هو يسود، ده شهر في الفريزر او في الديب فريزر تمام، فده فتره صلاحيته كده. او ان انا اشوحه تمام واشيله كياس تمام، بشرط الكيس اللي اطلعه استخدمه ما يرجعش تاني. طيب مركز الثروه الميكروبيه بزراعه عين شمس واهميته بقى في التدريب والانتاج. الحقيقه المركز ده موجود من ايام ما كنا طلبه تمام، فبالتالي بقى له سنين طويله. المركز ده هو مركز الثروه الميكروبيه بزراعه عين شمس، ده بيكون عنده مصدر امن لجميع السلالات بتاعه المشروم زائد جميع السلالات اللي هي بتاعه الصناعات الغذائيه. كل الصناعات الغذائيه التي تقوم على الفطريات والبكتيريا، السلالات الاصليه المعتمد اللي معاها بطاقه هويه باسم العلمي برقم السلاله A عالميا تمام، فتره صلاحيتها وتاريخ انتاجها بكل حاجه، بناخد معاها شهاده ميلاد للسلاله نفسها، فبقى عندي بنك مركزي للسلالات. السلالة. المكان الوحيد اللي مسموح له انه يبيع السلالات اللي هي مش تقاوي، لسه ما وصلناش للتقاوي، السلالات دي السورس، دي المذر كالتشر، المزرعه الام اللي جايبه الفطر اللي اسمه مثلا بروروتس استوريتوس، ده اسم العلمي بتاعه، بيديني المذر كالتشر بتاعي. انا كمعمل سواء قطاع خاص او باحث بعمل شغلي سواء ماجستير او دكتوراه، باخد السورس بتاعي معترف بيه موثق في الريفرنس بتاعي ان انا جايبه من ميرسن بالوضع الفلاني، وابدا اعمل شغلي عليه سواء باحثين او كمعامل انتاج تقاوي اكاديميه او معامل انتاج تقاوي قطاع خاص. فانا ده دور الميرسن الاساسي. الميرسن اضيف لي تمام السنه دي الحمد لله ان هو بيبيع كل المذر زبون تمام، اللي هو الجيل الاول من كل السلالات اللي الزبون بتاعها موثقه ومعموله بحرفيه ومعموله على ايد امهر المتعاملين مع الفطريات واللي شغلتهم فطريات تمام. بيكون سبورت لكون كل المزارع لكل المعامل اللي بتنتج تقاوي لو عنده مشكله بيحلها له. يضيفي عليه ان هو النهارده بيكون مش مجرد سبورت، بيكون حكم واستشاري لاي مشكله،
في اي مزرعه. الناس مش عارفه العيد من التقاوي ولا العيد من المزرعه ولا من الخدمه ولا من المكان ولا من المشروع. تمام. وهناك نزاع بيحكم ان هذه النزاع. المشكله في المزرعه فنيا بيحكم فنيا. يا سيدي الفاضل ده عيب ان دخل مثلا فيران بوظ المزرعه، ده عيب لا بتاعك ولا بتاعه، انت دخلت فيران. تمام. او لا ده السلاله دي تمام فيها مشكله، او انت خدمت بشكل مش جيد وعملت كذا مطرح كذا فحصل كذا، فبالتالي هدى كميه النزاع، خلى الناس تبقى مركزه في شغلها بشكل امن. وهو اصلا اخر خطوه ليه عشان يبقى دوره اكتمل، بيبيع الزبون العادي للزراعه بجوده عاليه جدا لا جدال فيها. تمام. هرجع للزراعه، حضرتك قلت ان في دورات تدريبيه لانتاج المشروم. طيب عندي دورات تدريبيه لانتاج التقاوي؟ طبعا، ما انا مع الفيديوهات اللي قدام ساعتك دي دوره تدريبيه لاحدى الشركات الكبيره، على مش هقول طبعا اسمها تمام عشان ما تبقاش دعايه، في الانتاج الزراعي كله تمام، داخله في مجال المشروم بقالها سنه ونص بتنتج تمام، وبتنتج الصور اللي احنا شايفينها على الفيديوهات اللي دي هي مزرعتها، اروع ما يمكن الانتاج بتاعها. فهي حبت تدعم دراسه الجدوى بتاعتها وتدعم حاجتين، نمرة واحد إن هي تنتج تقويها، فالتكلفة بتاعة الخمسة ستة طن تقوي اللي بتخش لها كل دورة يعني كل ثلاثة أشهر، يعني في السنة بيزرع له حوالي 15 20 طن تقاوي، بيكون تكلفتها قلت فبتفرق رقم. النقطة الثانية إن هذه الشركة بتصدر، وهنا بقى لازم نفهم حاجة، إن الأويستر مشروم مانيوال لا يمكن ميكانته ويمكن تصديره إلا أجرجس. تمام. لا يمكن ان انا النهارده اصدره اوروبا. ليه لا يمكن؟ ثمارنا وحشه؟ لا مش وحشه، اوروبا بتنتجه تمام، تكنولوجيا عندها رخيصه وهو كله اوتوماتيك، فبالتالي بتعلي الاوتوماتيك وتقلل العماله، الكوست بيوطى معاها، فبالتالي دراسه جدوتها وسعرها بيبقى اوطى مننا. تمام. فانا مش هقدر ابيع ثمار غاليه في بلد بتبيع الثمار رخيصة. تمام. لكن اوروبا كلها بتستورد الاويستر مشروم من شمال افريقيا واسرائيل وتركيا. تمام. وبتستورده من جنوب ايطاليا، لان جنوب ايطاليا دراسه الجدوى فيها العماله رخيصه وجوها معتدل. تمام. ما بيستخدموش اي باور في التبريد او في التسخين، فبيحصل ان تقريبا دراسه الجدوى في جنوب ايطاليا زي شمال افريقيا بالظبط، فبالتالي دي بلاد المنبع للتصدير لاوروبا كلها. تمام. طيب انا لو اتكلمت عن الانتاج والتصدير، انا عايزه ازاي نقدر نزود انتاجنا ونقلل من الاستيراد، وخصوصا مع ارتفاع سعر العملات الاجنبيه؟ ما انا بالنسبه لاوستر مشروم ما بستوردش. تمام. انا بصدر. تمام. تمام. وبنتج وبغطي السوق المحلي. أوكي. تمام. النهارده التوسع، ما يعني انا هقول لسيادتك حاجه، مش عيب ان بلد نتيجه لمستلزمات الانتاج متوفره لنوع معين من الزراعه بصفه عامه ان انا اتخصص فيه وما ادورش على النوع اللي انا اصلا المواد الخام مش عندي. انا لسه كنت هقول لحضرتك، انا ينفع يعني اكتفي بالنوع اللي بيتم زراعته في مصر واللي ما بيحتاجش اي معاملات خارجيه، او ما بيحتاجش ان انا استورد له اي حاجه تانية، واكتفي بزراعته واغطي الانتاج واكفي الانتاج المحلي؟ هقول لسيادتك حاجه، اولا السؤال ده ليه شقين، الشق الاولاني ان في بعض انواع مطلوبه عالميا ماشي مرغوبه جدا، ولكن مستلزمات زي الشيتاكي ده نوع طبي بيستخرجوا منه ادويه، طعمه جميل جدا، نكهته اعلى من الاويستر والاجرجس. تمام. لكن فنيا في الزراعه محتاج شويه حاجات عاليه، مش اي رجل الشارع ما يقدرش يوفرها، لكن اهم ان واحد فنيا هنعلمها له. لكن الاهم من كده ان مواد الخام مش موجوده في مصر. سيبك من التقاوي، التقاوي هنعملها خلاص، احنا في ظهرنا الميرسن وفي ظهرنا هنعمل اي حاجه، واخد بال ساعتك. لكن النهارده المواد الخام بتاعه الزراعه بتاعته مش موجوده، طب انا هعمل ايه؟ تمام. يبقى انا النهارده ما عملش مزرعه كبيره وما لهاش تسويق، او ما لهاش، مش عارف اطلع منتج اصلا لان المواد الخام قليله. هديك مثال تاني، النوعين اللي في مصر الاويستر والاجرجس. تمام. الاجرجس في الكومبوست بتاعه ليه شقين، في حاجه اسمها كومبوست صناعي وكومبوست طبيعي. الفرق بينهم حاجه واحده، في الاثنين كومبوست فيهم سبله فراخ زائد تبنه قمح، لكن الطبيعي فيه سبله خيل، الصناعي سبله فراخ بس وبيكمل ببعض املاح. تمام. طب ده سموه طبيعي ليه؟ عشان سبله الخيل، سبله الخيل في مصر كميتها قليله مش زي البلاد العربيه. فانا النهارده كومبوست طبيعي
صعب انتجه في مصر او نادر او مش موجود خير. حتى المزارع الخيول الكبيره اللي في مصر متعاقده على السبله بتاعتها في اتجاه تاني خالص، تمام؟ فانت صعب يعني صعب ان انا اتصرف، تمام. لكن لو وسر مشروم قش هيفرق بقى تنقليه من الشرقيه ولا تنقليه من سينا والعريش والاصل في نقط تجميع الصالحيه سينا، تمام. النوبريه، لان النوبريه بتبقى ليها انتاج برضو قمح كويس جدا، فانت بتشوفي انه في النقل اوفر لك اقتصاديا كمزرعه. فسهل جدا ان انا اسيطر على النوع دوت، وان انا النهارده امنع، مش امنع استيراد بس، ده انا بصدر. انا كمان عايزه اتكلم في الجزئيه دي واقول نكتفي بالمنتج المصري، نكتفي بالمنتج اللي مش محتاج ان انا استورد له اي حاجه تانية، اكتفي بالمنتج اللي بيتم انتاجه محليا واتخطى بيه الازمه. مش ازمه يا جماعه ان احنا لازم نقف قدام كل حاجه محتاجه عمله صعبه، احنا لازم نعدي الوقت اللي احنا فيه والظرف اللي احنا فيه بشكل استثنائي جدا، ولازم كلنا نتكاتف ان احنا نتعامل مع المنتج المصري ان هو احسن واهم منتج في العالم. في نهايه لقائي بشكر ضيفي الكريم المهندس نبيل فتح الله سكرتير عام الجمعيه المصريه لمنتجي عيش الغرب. بشكرك يا باشمهندس. العفو يا فندم. مشاهدينا لسه مكمله معاكم، وهنطلع فاصل ونرجع مع فقره حواريه جديده، استنونا.